بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. في المحاضرة السابقة تكلمنا عن أحكام الطلاق، وقلنا في الحكم الأول أن الطلاق فيه واجب فرض، ولكن هناك بعض، وهي الحالة التي يقوم الزوج أو الزوجة بالزنا فيخونون هذا العقد الشرعي الإلهي. فقلنا هنا، يعني لعل بعض الطلاب راجعني، لعلي قصرت في شرحها بشكل مفصل أكثر، ولكن هي موجودة في الكتاب. الطلاق هنا، لما نقول الطلاق هنا واجب، لا يعني أنه بطل العقد، لا، العقد لا يزال قائما، العقد لا يزال قائما، ولكن قاضي، إذا رفع إلى القاضي وجب على القاضي أن يفرق بينهما. فإذا لم يرفع الزوجان العقد أو المشكلة إلى القاضي واتفقا فيما بينهما على استمرار الحياة الزوجية، يستمران وهما ليس زانيين أبدا، هما متزوجان ولكن آثمان، لأن أحدهما خان العقد الزوجي بالزنا وبقيا على العقد كان يجب أن يتفرقا. وفي كل الأحوال، يعني من الواقع أقول حتى ولو استمرا في الحياة الزوجية وتعاهدا على الوفاء وإلى آخره، لن يستمر. هذه استقراءات الواقع. وإذا قال أحدهما، يعني أو أحدهم قال، يعني أنا ربما يتوبان توبة نصوح إلى الله، نعم ممكن، هذه حالات نادرة جدا جدا جدا، ولكن في الحقيقة هذه علة في ومرض مع الأسف، يعني لعله ليس له دواء إلا التفريق. لذلك قلنا التفريق واجب، لأن الحياة الزوجية لم تعد مؤهلة أبدا لأسرة مستقيمة، يجب أن يتفرق الزوج عن الزوجة، والعفيف يأخذ الأولاد، العفيف منهما يأخذ الأولاد ويربي هذه العائلة، يعني بقايا هذه العائلة. وأما الطرف الآخر المذنب الزاني لا حق له في الأولاد. إذن يعني هما ليس زانيين كما قلنا. الآن أسباب الطلاق، هذا بحث مهم جدا جدا جدا. لماذا يطلق الناس الرجال أزواجهم؟ لماذا؟ ما هي الدوافع التي تدفع الرجل ليطلق زوجته؟ وما هي الدوافع التي تطلب المرأة فيها الخلع أو تطلب الطلاق أو تطلب مخالعة الزوج؟ ما هي الأسباب؟ طبعا الأسباب كثيرة جدا، ولكن هذه الأسباب كلها تنتهي إلى ما سأذكره، يعني هذه أمهات الأسباب ويتفرع عنها الكثير. طبعا هذه الأسباب، يعني نحن هنا لا نقول كل ما حصل هذا السبب يجب أن يطلق الزوج، لا، أحكام الطلاق ذكرناها في المحاضرة السابقة، ويعني هذه المحاضرة مع المحاضرة السابقة، يعني ممكن أن تكون كل واحدة مكملة للأخرى. نبدأ بأسباب الطلاق. أولا نشوز الزوجة، نشوز بالزين، نشوز الزوجة. طبعا النشوز هو الترفع، نقول يعني إذا أرض ناشز يعني مرتفعة، فالنشوز في معنى الترفع، التعالي، التكبر، بصور مختلفة جدا طبعا وبدوافع مختلفة جدا. طبعا هناك نشوز للرجل كما سنتكلم عنه بعد قليل، ونشوز للمرأة، للزوجة. فنشوز الزوجة طبعا هناك كثير جدا أو معاني كثيرة تندرج تحت نشوز الزوجة، منها مثلا تعالي على زوجها، قد تكون من عائلة
يعني اجتماعيا أفضل من عائلته، قد تكون أغنى منه، قد تكون مثقفة متعلمة وهو عامي، قد تكون أحيانا متغنجة جدا ولكنها لا يعني تأبى اللقاء الجنسي، يعني فقط تسير الرجل وتتركه هكذا تعاليا عليه ويعني غرورا بنفسها. هذه كثير جدا موجودة في المجتمع، يعني تحرض الزوج تحرضه ثم تتركه لا تجعله يتمم العلاقة الجنسية هكذا ترفعا. أيضا أحيانا تأبى العلاقة الجنسية بأسباب كثيرة، يعني تقول لا أحبه مثلا، لا أحب الجنس معه، لا أحب الجنس أصلا، فلا تقبل بالعلاقة الجنسية، وأمور كثيرة جدا كلها تندرج تحت نشوز الزوجة. طبعا علاج النشوز بالنسبة للمرأة ذكره الله عز وجل في القرآن، يعني دائما قاعدة عامة أيها الطلاب والطالبات، عندما يكون الأمر مذكور في القرآن وبإسهاب إذن هذا أمر مهم وخطير جدا جدا جدا. الأمر الذي لا يذكره القرآن هذا أمر لا قدر له أبدا، هذه قاعدة عامة. القرآن يذكر الأهم فالمهم، أما شيء غير مهم لا يذكره القرآن، لا ينفع الناس لا يذكره القرآن، لا يعني ليس فيه ضرر على الناس لا يذكره القرآن الكريم. فلذلك انت فهنا النشوز صفحة كاملة في القرآن عن نشوز الزوجة وعلاج هذا النشوز، ونصف صحيفة في علاج نشوز الرجل. إذا ننظر إلى هذه الأهمية التي أولاها القرآن للنشوز، ويعني مع الأسف يعني هذا منتشر كثيرا، لذلك القرآن الكريم في زمانهم فكيف في زماننا، القرآن لكل زمان فأصل لكل زمان، فهذه الإشكاليات هي قائمة في كل زمان. فالله عز وجل يقول واللاتي تخافون نشوزهن، يعني تخافون هي ناشز ولكن تخافون ما ينتج عن النشوز من دمار للعائلة. لذلك قال هناك علاج، سأعطيكم علاج حاولوا فيه، أوله موعظة وآخره الطلاق. انتبهوا، يعني القرآن قلنا واقعي جدا، مراحل لعلاج نشوز المرأة أوله الموعظة وآخره الطلاق. قال فاعظوهن أول نقطة، واهجروهن في المضاجع ثاني مرحلة، إذا ما نجحت الأولى نجحت الثانية، ما نجحت الثانية واضربوهن. لا تسنوا أسنانكم أيها الرجال أنه في ضرب، لا، الضرب هنا ليس معناه الضرب باليد أو الضرب صك شيء بشيء، سنأتي على بيانها. واضربوهن فإن طعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إلى أن يصل بالنهاية إلى الحكمين ثم الطلاق، آخر حل الطلاق، طلقها وانتهى الموضوع. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يعني إذا كل مراحل العلاج ما نفعت مع المرأة، إذن الطلاق هو الحل الكي، الحل الأخير، أما استمرار العلاقة الزوجية مع النشوز صعب. تعلمون في القرآن الكريم عندنا زيد مع زوجته التي صارت فيما بعد أم المؤمنين، فكان هو أسود وكانت هي تترفع عليه، فما استطاع زيد أن يبقى ضمن هذه الحياة الزوجية، صعبة جدا ترفع الزوجة على الزوج أو الزوج على الزوجة على حد سواء، يعني الحياة صعبة، يجب أن يكون هناك اندماج وراحة وهدوء وسكن وتآلف وكل شيء، كل شيء هذا إذا فقد الحياة صعبة صعبة جدا. قال إذن فعظوهن، الموعظة يعني كما تعلمون الترغيب والترهيب، يعني يرغبها، بيحكي معها يوم واثنين وثلاثة وعشرة وطول باله وعشرين يوم وشهر،
كلام لطيف، كلام بسيط، إذا قدر يستعين بمن يحبها، بمن تحبه هي يعني، فينصحها إنه يعني هذا الترفع ما بيفيد، لا تتكبري، لا تمانعي، لا كذا، خلينا حياة لطيفة وجميلة. غدا ترهيب يعني، يعني والله إذا فضت هذه الأسرة يعني سيضيع الأولاد، يعني ربما أنت لا تتزوجين بعشر سنوات مثلا. يعني أحيانا هذه الموعظة لا تؤثر، يعني الموعظة نسبية، طبعا المواعظ دائما نسبية، هناك من يتأثر بوجه من المواعظ ولا يتأثر بأخرى، فهذا الواعظ يجب أن يكون حكيما، يضع الموعظة في موضعها في الناس. فإذا يعني الوعظ، المهم التعليم، الإرشاد، الوعظ، المحاولة، لا بطريق يعني فوقي، ولكن يعني بطريقة تصل إليها الموعظ. فإذا أبت قال واهجروهن في المضاجع. الهجر في المضاجع في نفس الفراش، أن يولي ظهره يعني يعطيها ظهره ولا يهتم فيها، يحط راسه وبينام، ولا يخلع ثيابه ولا شيء، يحط راسه وبينام، ولا كأنه في أحد أمامه أعطاها ظهره. قد يقول قائل هي أصلا متكبرة، والمتكبرة هي أصلا ما شايفته يعني. نعم هذا أحيانا يحصل، لكن أحيانا حتى المتكبرة لما ترى زوجها يعني يوليها ظهره، يعني تشعر بغيظ شديد، تضايق، فربما هذا يوقظها، يعني مثل علاج مر، دواء مر، هذا دواء مر، الدواء أحيانا مرارة الدواء تفيد المريض، فهذا دواء مر، فقد يفيد، نعم قد يفيد الحياة الزوجية وقد لا يفيد حسب المرأة. لذلك الله سبحانه وتعالى جعل مراحل كثيرة، إذا لم تنفع مرحلة مع امرأة قد تنفع معها المرحلة الثانية، إذا لم ينفع شيء معها فالطلاق. المرحلة الثالثة واضربوهن. ماذا يعني الضرب؟ ظن كل المشايخ والعلماء والكذا فسروا الآية بأن الضرب هو صك الشيء بالشيء، يعني تضربها بإيدك، تضربها بالمسواك كما قال ابن عباس. نعم ابن عباس قد يقول يعني أنت أفهم لابن عباس، ليست القضية أفهم لابن عباس، هؤلاء يفسرون بما يرون في مجتمعهم. هذا اللي قلت أنا أكثر من ألف مرة، التجديد يعني أن تراعي متغيرات زمانك وعصرك، وتعود إلى أصول الكلمة اللغوية. أصول الكلمة اللغوية لا يعني الضرب أنه الضرب، تعود إلى السياق القرآني، السياق القرآني لا يعني الضرب يعني صك الشيء بالشيء، لأنه يقول واضربوهن في المضاجع، واهجروهن في المضاجع واضربوهن، يعني الهجران في المضجع، أن تهجرها في مضجعك في مكانك، ولكن الضرب أن تهجرها هجرا تاما. كيف هذا المعنى؟ من أين هذا المعنى؟ أن تنصرف عنها تماما، يعني تخرج، لا بقى تحكي معها، لا تحكي تكلم معها، تخرج من البيت كله، قد ترسلها إلى بيت أهلها، أنت خدعت بيت أهلها، أو أنت أو أي طريقة، إبعاد كامل، تعمل لها حظر على الواتساب، تعمل لها حظر على كل شيء، خلاص كأنه انتهى كل شيء. هذا الضرب، الإبعاد بشدة. الله عز وجل يقول الضرب كلمة في القرآن لها يعني في اللغة العربية ليس لها معنى مستقل إلا الإبعاد. معنى الإبعاد، معنى الإبعاد، وحسب ما تضاف إليها الكلمة ماذا يضاف إليها يفسر المعنى. فهنا أضيف إلى الهجران، إذن الإبعاد في الهجران، يعني لما الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول أفنضرب عنكم الذكر صفحا، أفنضرب في سورة الزخرف، أفنضرب عنكم الذكر صفحا. طبعا هذه الآية، ما معنى هذه الآية؟ هنا طبعا كانوا كفار قريش أو يعني المعاندين المنكرين للرسالات السماوية، كانوا معرضين عن هذا القرآن، فقال الله لهم أفنضرب عنكم الذكر صفحا،
إلى آخر الآية، يعني أيها المكابرون أنكر عليكم إعراضكم وتمنيكم إبطال الوحي، يعني إن يتمنون ذلك. هل نبعد ونصرف، أفنضرب، هل نبعد ونصرف عنكم الوحي، ذكر الوحي القرآن، لأنكم قوم لا تصدقونه وتبالغون في إنكاره؟ هذا معنى الآية، وهكذا معنى الضرب. يعني الضرب معناه دائما في لب ومادة الكلمة الإبعاد، في مادة الكلمة الإبعاد تماما. فهنا المعنى فنضرب عنكم واضربوهن، يعني وأبعدوهن إبعادا تاما، إعراضا تاما، واضربوهن. طبعا سيقول من يقول يا أخي أنت تفسر القرآن بغير حديث رسول الله. أي طبعا طبعا، نحن قلنا القرآن الكريم في المنهج المعرفي التفسيري الذي تكلمنا فيه أن القرآن الكريم لا يفسر بالحديث الشريف، لأن الحديث الشريف يبين وجها بسيطا من وجوه الآية التي يتعلق بها بشكل قريب أو بعيد بحسب المجتمع، ولكن أصول القرآن من اللغة العربية والعقل، هكذا يفسر القرآن. الله خاطب العقول بلغة العرب، خاطب العقول بلغة العرب، ذلك القرآن يفهم بالعقل ولغة العرب، هذا بالنهاية. أما ما يحدث من أحداث، مثلا الحديث النبوي عليه الصلاة والسلام، لو رجعنا إلى أحاديث الضرب، طبعا هناك لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بضرب النساء أبدا، وكان ينهى عن ضرب النساء، هذا بالمجمل حديث الضرب، ويقول لا تضربوا إماء الله، لا يأتي أحدكم إلى زوجته فيضربها ضرب العبد ثم يأوي إليها في الفراش، يعني إلى آخره. فكان النبي ينهى عن الضرب، إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما، إن الله كان عليما خبيرا. الحكمان ينفعان إذا كان الزوج والزوجة يريدان الإصلاح، ولكن معهم يتفقوا على صيغة معينة، أو على الأقل أحدهما يعني يريد والآخر يعني يحتاج إلى دفشة، إلى دفع قليل. لكن إذا كان لا الزوج يريد ولا الزوجة تريد، هذا لا ينفع لا الحكمان ولا ينفع أحد في جمعهما. ثم إذا انتقلنا إلى سورة النساء الصغرى، الطلاق، سورة الطلاق، يا أيها النبي إذا طلقنا الطلاق، إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، يعني في قبل عدتهن في طهر لم يجامعها فيه، سنتكلم عن أحكام الطلاق لاحقا، وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، إلى آخر الآيات. إذن آخر أمر الطلاق، إذن الموعظة، الهجر في الفراش، الهجر خارج الفراش إبعاد، الحكمان، الخامس الطلاق، وانتهى الوضع، انتهت الحياة الزوجية، لا يعني فشل الزوجان في إصلاح ما بينهما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.